السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. النهارده هنكمل بقيه البيزك راديكال اللي احنا ما كملناهاش في الكليه. احنا خدنا اول 3 مجموعات، فاضل لنا 3 مجموعات الاخرى، الرابعه والخامسه والسادسه. المجموعه الثالثه كنا بنكشف عليها بالامونيوم كلورايد والامونيوم هيدروكسيد، تمام؟ طب لو ما كانش حصل راسب في المجموعه الثالثه يبقى انا مجموعه رابعه او خامسه او سادسه. نشوف بقى المجموعه الرابعه الريجنت بتاعها ايه او نكشف عليها ازاي. هنلاقي المجموعة الرابعة فيها زنك وفيها منجنيز وفيها نيكل، هنكشف عليهم بالأمونيوم كلورايد والأمونيوم هيدروكسيد زائد الـ H2S. لو طلع راسب أبيض وايت بريسيبيتيت يبقى الزنك، لو باف اللي هو لون الجلد أو لون بيش كده يبقى منجنيز، لو بليك بريسيبيتيت يبقى نيكل، يبقى يا أبيض يا باف يا إيه يا أسود، تمام؟ طيب عايزين نتأكد منهم. التجربة التأكيدية الكونفيرميشن تيست بتاعتي عبارة عن original solution، يعني solution من الريجنت اللي عندي بس تكون في أنبوبة تانية طبعا، زائد الصوديوم هيدروكسيد، تمام؟ الصوديوم هيدروكسيد هيديني ايه؟ هيديني تقريبا نفس الالوان او باختلاف بسيط، بس ان الوايت بريسيبيتيت هيطلع هو زي ما هو الزنك، يبقى الوايت بريسيبيتيت ده خاص بالزنك، تمام؟ بس خلي بالك ان الوايت بريسيبيتيت ده قال لك هو سوليبل ان اكسس من الصوديوم هيدروكسيد، يعني لو انا زودت كميه الصوديوم هيدروكسيد الراسب الابيض اللي هيتكون عندي هيدوب وهيديني كلرليس سوليوشن، يعني هيختفي، تمام؟ فعشان كده بنحط نقطتين بس او نقطه واحده من الصوديوم هيدروكسيد عشان اشوف الراسب الابيض بوضوح. بعد كده الايه، بعد كده لو طلع عندي وايت بريسيبيتيت بس هو هنعدلها هنخليها باف لان هو وايت بريسيبيتيت مايل للبراون شويه، تمام؟ لو انا زودت الصوديوم هيدروكسيد هيديني براون، يبقى ده ماله، يبقى ده المنجنيز اللي هو الباف برضه زيه زي الاساسيه. اما النيكل هنا هيديني بقى راسب اخضر جرين بريسيبيتيت، تمام؟ طبعا الفرق واضح بين الثلاثه فمش هيلخبطوني. طيب لو ما طلعش حاجه من الثلاث الوان دول في الاساسيه يبقى انا كده مش المجموعه الرابعه، يبقى انا كده فين؟ في المجموعه الخامسه، تمام؟ يبقى انا كده المجموعه الخامسه اللي هي بتحتوي على مين بقى؟ على الكالسيوم والباريوم. طبعا الخامسه او سته، هنكشف الاول على الخامسه الكالسيوم والباريوم. هكشف عليهم ازاي؟ الاوريجينال سوليوشن، السوليوشن اللي عندي يعني ملح ودايب في ميه، السولت بتاعي بدوبه بكميه صغيره جدا في ميه، عليه امونيوم كلورايد، عليه امونيوم هيدروكسيد، عليه امونيوم بايكربونيت، تمام؟ هيديني وايت بريسيبيتيت، يبقى كده كالسيوم او باريوم الاثنين بيدوا راسب ابيض. طب هفرق بينهم ازاي؟ بروح اعمل التاكيديه بتاعتهم اللي هي الاوريجينال سوليوشن زائد البوتاسيوم كروميت. لو طلع راسب اصفر، تمام، يلو بريسيبيتيت، يبقى ده باريوم. نو بريسيبيتيت يعني مفيش راسب، يبقى ده كالسيوم. وقال لك بين قوسين ايه؟ يلو كلر. يعني ايه يلو كلر؟ يعني لون اصفر. طب ايه الفرق بينهم؟ ممكن اتلخبط بينهم؟ لا، هنا اليلو بريسيبيتيت ده بتبقى حاجه جوه السوليوشن، بتبقى ما بتخليش الحاجه تبان من وراه، يعني الانبوبه مش هتقدر لو انت حطيت ايدك وراها مش هتقدر تشوفها لان ده بريسيبيتيت، تمام؟ اما اليلو كلر فده لون اصفر، يعني الميه اللي هتبقى جوه او السوليوشن اللي هتبقى جوه الانبوبه هيبقى ترانسبيرنت. يعني ايه ترانسبيرنت؟ يعني هيبان اللي وراه، تمام؟ يبقى ده كالسيوم. يبقى ده الفرق بين الباريوم والكالسيوم، تمام؟ طيب لو ما طلعش حاجه من الالوان اللي فاتت، يعني ما طلعش الراسب ابيض ما في التجربه الاساسيه، لو ما طلعش راسب ابيض في التجربه الاساسيه بتاعت المجموعه الخامسه يبقى انا كده مش المجموعه الخامسه، يبقى انا كده المجموعه السادسه. اللي هي ايه المجموعه السادسه؟ المجموعه السادسه اللي هي مغنيسيوم وبوتاسيوم وصوديوم، تمام؟ طب هكشف عليهم ازاي؟ قال لك السولت سوليوشن او الاوريجينال سوليوشن، تمام، السوليوشن بتاع الريجنت اللي عندي على صوديوم على صوديوم هيدروكسيد NaOH، تمام؟ طلع راسب ابيض يبقى كده مغنيسيوم، مفيش راسب ابيض يبقى يا بوتاسيوم يا صوديوم، تمام؟ يبقى احنا كده فرقنا بين المغنيسيوم والبوتاسيوم والصوديوم. البوتاسيوم والصوديوم بقى عشان افرق بينهم، ما احنا خلاص اتفقنا ان الراسب ابيض كده مغنيسيوم، كده ده ملوش تجربه تاكيديه، خلاص احنا وقفنا راسب ابيض يبقى مغنيسيوم. طب الصوديوم والبوتاسيوم، الصوديوم والبوتاسيوم افرق بينهم ازاي؟ فبعمل لهم كونفيرميشن تيست اللي هي السولت سوليوشن زائد صوديوم كوبالت نيتريت سوليوشن، تمام، هيديني يلو بريسيبيتيت، تمام؟ يبقى ده مين؟ يبقى ده البوتاسيوم. يبقى لو راسب اصفر يبقى بوتاسيوم، تمام؟ طب لو اداني لون اورانج، اورانج كلر، اما اقول لك كلر يعني السوليوشن ما فيهوش راسب، يعني السوليوشن اللي عندي ترانسبيرنت، يعني انا اشوف الحاجه اللي وراه، تمام؟ كانها ميه بس ملونه بس لونها اورانج، تمام؟ يبقى ده ما فيش راسب،
يبقى ده صوديوم، يبقى الراسب الاصفر اللي هو مايل شويه على البرتقاني ده بوتاسيوم، اما ما فيش راسب بس السوليوشن اللي عندي تلون باللون الاورنج يبقى ده صوديوم. كده انا ميزت بين ايه؟ بين الصوديوم والبوتاسيوم. كده يبقى احنا خلصنا الست مجموعات بتوع البيزك راديكال، وطبعا كنا مخلصين اللي فاتوا. اشوفكم على خير ان شاء الله يا رب. ولو احتجتوا اي حاجه يا ريت تسالوني او تبعتولي اي مسج. تمام، اوكي، السلام عليكم.